السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. نستكمل مع بعض الفصل الرابع اللي هو النهايات والاشتقاق. عندنا في درس النهايات والاشتقاق أو في باب النهايات والاشتقاق عندنا مجموعة من الدروس: تقدير النهايات بيانيا، حساب النهايات جبريا، المشتقات والمماس والسرعة المتجهة، المماس أو المساحة تحت المنحنى والتكامل، النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل. إن شاء الله هنحاول نقسمهم بحيث إن إحنا نوصلهم كلهم بشكل كويس، لأن ده الجزء ده مهم جدا في تحصيلي، فلازم نفهمه بشكل كويس. بالإضافة إن إن شاء الله اللي هيكمل بعد كده دراسة في أي فرع يهتم بالرياضيات زي فروع الهندسة وخلافه، زي أيضا تخصص في كلية العلوم اللي هو قسم الرياضيات، يعني أي قسم أو أي تخصص بيكون في الرياضيات. إذا الجزء ده مهم جدا، هنستكمل عليه دراسة إن شاء الله بعد كده بالترابط الرئيسي اللي احنا قلنا عليه. طيب تعالى نشوف أول جزئية عندي: تقدير النهايات بيانية. علم التفاضل والتكامل اللي هم بيسموه في الكالكولاس بيتمحور حول مسألتين أساسيتين مهمين جدا، اللي هو إيجاد معادلة منحنى دالة عند نقطة واقعة عليه، وإيجاد مساحة المنطقة الواقعة بين التمثيل البياني المنحنى دالة والمحور X. تعد مفاهيم النهايات أساسية لحل هاتين المسألتين. يبقى إذن النهايات هتستخدم بعد كده في جزء ايضا تبع الكالكولاس او تبع التفاضل والتكامل. اذا مهم ان احنا نفهمه بشكل كويس عشان ان شاء الله هنستكمل عليه بعد كده. طيب يعني ايه نهايه؟ يعني ايه نهايه؟ احنا قبل كده خدنا يعني حاجة بسيطة كده في الدرس أو الباب الثالث في الفصل الدراسي الأول، تمام؟ هو يعتبر الباب اللي هنكمل عليه. إزاي؟ أنا لو عندي دلوقتي عندي نقطة سي، نقطة سي، نقطة سي، عايز أجيب قيمة الدالة عندها، عند النقطة سي، عند النقطة ايه سي، أظن أطلع عند المنحنى زي ما تعودنا في الفصل الدراسي الأول، تمام، وأروح على محور واي. قيمة الدالة بكام يا أستاذ؟ قيمة الدالة طلعت نجيب كام؟ بال بال بال. طب إيه اللي دي؟ طب نخليها في صورة أرقام عشان نفهم يا أستاذ، مفيش مشكلة. طب أنا هقول لك عند النقطة وليكن مثلا 4، خلي 4 مفيش مشكلة. قيمة الدالة طلعت بكام؟ وليكن مثلا بكم طلعت عند هذه النقطة؟ اي نعم هي دايرة مفتوحة، بس خليها طلعت مثلا ب4 برضه. يبقى عندي سي ب4، قيمة الدالة طلعت ب4، تمام. طيب لو قلنا مثلا خدنا نقطة تانية وليكن هسميها اكس 3، تعالى مثلا ناخد بالقيم مثلا وليكن 5، ليكن كام؟ 5. قيمة الدالة بكام يا أستاذ؟ تعالى نروح تحت ال L، يعني أقل منها. طبعًا إحنا عارفين إن الترتيب تصاعدي من تحت لفوق، يبقى دي وليكن مثلًا يا أستاذ ب3، ركز كده معايا، ممتاز. طيب بناخد قيمة تانية إكس 4، كل ده على يمين السي، على النقطة سي، وليكن بكام يا أستاذ؟ ب6 مثلًا، ب6. قيمة الدالة طلعت بكام عندي؟ طلعت مثلا وليكن ب2، هنقول 2، رايكم 2 هنقول مثلا على سبيل المثال. طيب تعالى ناخد قيم تانية أصغر من السي، أصغر من السي، احنا قلنا السي ب4 مثلا. طبعا احنا بنقول أمثلة للتقريب، هي ليست أمثلة حقيقية ولكن للتقريب عشان أوصل لك المفهوم بس. وليكن هاخد الإكس مثلا ب3، أصغر من الأربعة ناخد 3، طلعت بكام؟ قيمة الدالة عندها طلعت وليكن أكبر من 4، يبقى أكيد مثلا 5، نقول 5.
طيب لو خدنا كمان قيمة أصغر وليكن باتنين، قيمة الدالة طلعت بكام عندي؟ ها طلعت يا أستاذ، طبعا أنا متعود على الكلام ده في تقدير قيمة الدوال بيانيا، إحنا عارفينه من الفصل الدراسي الأول، طلعت بستة يا أستاذ. لاحظ كده بقى، خلاص يبقى إحنا خدنا قيم على يمين السي وقيم على يسار السي، وعند كل نقطة من القيم اللي احنا خدناها رحنا نجيب قيمة الدالة. طب شوف، لاحظ كده ان قيمة الدالة هنا في القيم اللي على اليسار، خد بالك هنا قيمة اكس بتقترب من السي، صغيرة فبتكبر تكبر تكبر لتوصل للسي، ركز خد بالك. ها ده قيمة مين؟ الاكس. بناء عليه الدالة ها كانت كبيرة، بقت كانت 6 5 ها بتقترب من قيمة ال اللي هي كام؟ 4. ممتاز. طيب لما خدنا قيم اكبر من السي قيمتين، ها برضه خد بالك قيمة الاكس عندي لو جينا من اليمين يسار كانت 6 اصبحت 5، شوف قيمة الدالة ها برضه اقتربت 2 بعدين 3 برضه بتقترب من كام يا استاذ؟ من 4. لاحظت؟ يبقى لما اقترب من السي من ناحية اليسار قيمة الدالة كانت بتقترب، كانت كبيرة وبتصغر لحد ما تقريبا بتقترب من قيمة ال اللي انا قلت مثلا بربعة. من اليمين قيمة الاكس ها كانت 6 بعدين 5، رحت ابص على قيمة الدالة لقيتها كانت صغيرة 2 بعدين بقت 3 بعدين بتقترب برضه من قيمة 4. اذا انا بحاول اعوض لك عن الرموز في صورة ارقام عشان نستنتج. نستنتج من كده ايه؟ ان انا لو حبيت اجيب ده المعروف طبعا بنهايه الداله، اما اكس بتقترب من نقطه معينه سي قيمه الداله من ناحيه اليسار قيمه الداله ايضا بتقترب من ال. طيب ومن ناحيه اليمين قيمه اكس بتقترب من سي قيمه الداله نفس الشيء من ناحية اليمين بتقترب من نفس النقطة L. نفس النقطة ايه؟ L. تمام، يعني ده مفهوم النهاية. طب اعبر عنه ازاي؟ اذا اقتربت قيمة الدالة من قيمة وحيدة L ها كلما اقتربت X من العدد C من كلا الجهتين ده انا بقول عليه نهاية الدالة. ها اسمها ايه يا استاذ؟ ها نهاية الدالة، نهاية الدالة عند هذه النقطة تساوي L. تساوي ايه؟ L. إذا أنا هنا لما يكون عندي تمثيل بياني لازم أشوف منحنى الدالة كلما اقتربت القيمة أو كلما اقتربت القيم ناحية النقطة المطلوبة C من اليمين ومن الإيش؟ ومن اليسار. خلاص؟ طيب تعال نشوف بعد كده. تعال ناخد مثال بيقول لي قدر ليميت سالب 3 اكس مول بواحد لما اكس بتقول للاثنين باستعمال التمثيل البياني ثم عزز اجابتك باستعمال جدول القيم. طيب التعزيز ده حاجه ثانيه كاثبات ايضا او كبرهان على صحه اللي احنا هنطلعه باستعمال التمثيل البياني. طيب طبعا هو مش هيديني في الاختبار ازاي امثل، طبعا هو بيجيب لي يا اما رسم يا اما حساب جبري، فانا ان شاء الله هعودك من دلوقتي ان انت يكون عندك الرسمه وانت اللي تطلع منها النهايه. تعال نشوف هذه الدالة أو هذا التمثيل البياني يمثل إيش؟ يمثل هذه الدالة، هذه ماشي، يعني هو المفروض إن أنا أمثلها؟ لا، عود نفسك إن التمثيل هيجي لك وإنت هتطلع من خلاله أو هتقدر من خلاله النهاية. ممتاز، هو عايز نهاية الدالة هذه
عن النقطة كام؟ اتنين. أنا بشوف، ركز معايا بقى، ركز معايا، لأن ده دي طريقة بحاول أوصلها لك، بحيث إن أنت أول ما تشوف تمثيل بياني تجيب النهاية بسهولة. عايز النهاية عند النقطة كام؟ اتنين. أروح أحدد النقطة اتنين على التمثيل البياني، طبعا من على محور إكس. هذه النقطة اتنين يا أستاذ على محور إكس. هروح أشوف لما، خد بالك ركز معايا، لما قيمة إكس تقترب من الاتنين من ناحية اليمين، إيش وضع التمثيل؟ بيقترب هو كمان من إيه؟ كذلك من ناحية اليسار أروح أشوف التمثيل بتاعي أو المنحنى بتاعي أو الخط بتاعي بيقترب من إيه؟ هل الاتنين بيقترب من اليمين واليسار بيقتربوا من نفس القيمة؟ ولا في اختلاف؟ عشان النهاية تكون موجودة لازم يقتربوا من نفس القيمة. طيب خد بالك، أنا المفروض أنا إيدي فوق على محور إكس وإيدي على المنحنى. طيب أنا هاني جاي من ناحية اليسار، خد بالك، إذا أحط إيدي التانية على المنحنى وأمشي مع وأنا مقترب لمحور إكس، أقترب خطوة خطوة لحد ما أوقف عند النقطة كام يا أستاذ؟ اتنين. هلاقي إيدي بتقف عند النقطة الزرقاء، أشوفها بكام على محور واي؟ بسالب خمسة. طيب من اليسار نفس الكلام، اذا ايدي هتكون على المنحنى من فوق وانا نازل. ركز بقى، من اليسار امشي اقترب من النقطه كام؟ واحده واحده، ولحد ما اوصل للنقطه اتنين الاقي ايدي وقفت عند النقطه الزرقاء برضه، طلعت بكام يا استاذ؟ بسالب خمسه. مره تاني انا هقترب من مين؟ من النقطة 2، لأن هو عايز يحسب النهاية عند النقطة 2. تمام، هقترب من النقطة 2 كده، همشي كده خطوة خطوة، وفي نفس الوقت لازم أكون إيدي على المنحنى وأمشي مع زيادة إكس، وأمشي مع زيادة إكس واحدة واحدة. أول ما توصل عند الاتنين هتلاقيك وصلت عند النقطة الزرقاء هذه. هروح أشوف قيمتها كام على محور واي يا أستاذ؟ طلعت معايا بسالب خمسة. نفس الكلام من ناحية اليسار، أمشي مع في اتجاه النقطة 2، في نفس الوقت تكون إيدي على المنحنى أمشي معاه واحدة واحدة لين ما أوصل للنقطة 2، هتلاقيك برضه وصلت عند نفس النقطة الزرقاء اللي هي تطلع معاك كام يا أستاذ؟ سالب خمسة. طيب في الحالة دي هقول إيه؟ هقول في الحالة دي هقول كلما اقتربت اكس من العدد 2 فان قيم اف اوف اكس المقابله تقترب من العدد سالب 5، وده بعبر عنه بالصوره هذه. بقول له ليميت، بقول له يا استاذ ليميت سالب 3 اكس موجب 1، اما اكس بتقول لي 2 بيساوي سالب 5، يعني نهايه الداله اما الاكس بتقول لي 2 هتطلع معايا بسالب 5. طيب التعزيز عدديا، كل الحكايه ان انا بكون جدول، الجدول ده بيتكون من خانتين افقيتين زي ما انت شايف. الخانه اللي فوق بسميها اكس والخانه اللي تحت بسميها واي. في منتصف الجدول ممكن تاخد مثلا سبع قيم زي الموجود قدامك، وممكن تاخد خمس قيم، يفضل انه يكون سبعه عشان يتضح معاك الامور بشكل احسن. طيب الجدول ده مكون من خانتين، تمام، الخانه الاولى اكس ماشي، والخانه الثانيه واي او اف اوف اكس. طيب بحط القيمه اللي انا عايز اجيب النهايه عندها اللي هي كام؟ 2، بحطها في منتصف الجدول، بيكون على يمينها ثلاث خانات وعلى يسارها ثلاث خانات ماشي. على يمين الاثنين باخد قيم اكبر من الاثنين، بس خد بالك وانت بتاخد، طبعا احنا كده خدنا واحنا بنعرض موضوع النهايه في البدايه خدنا قيم كبيره، الاكس اكس 2 واكس 3 واكس 1 واكس 4 اللي احنا خدناهم في الاول، خدنا قيم كبيره بس عشان اوصل لك المفهوم. لكن وانت بتعزز عدديا تاخد قيم قريبه جدا من الاثنين، يعني شوف هنا واخد كام؟ 2 و1 من 1000، حب يكبر شويه خد 2 و1 من 100،
حب يكبر اكتر، خد 2.1، خدت بالك؟ طيب ميل يسار خد قيم اقل، خد بالك، يبقى على اليمين باخد قيم اكبر وعلى اليسار باخد قيم اقل، خد 1.999، قريبه جدا من الاثنين. بعد كده خد 1.99، بعد كده خد 1.9. طبعا بالترتيب 999 من 1000 اصغر منها 99 900 او 99 من 100 اصغر منها 9 من 10. طيب عند كل نقطه من هذه النقاط السبعه هعوض في الداله دي، هعوض مره عن الاكس ب2، ده اساسي. سالب 3 ضرب 2، سالب 6 موجب 1، سالب 5. بعدين بدل ما اعوض، طبعا مو انت في الحاله دي ممكن تستخدم الحاسبه على السريع. بعد كده هتعوض ب2.001 هتشوف القيمه، نفس الكلام 2.01، بعد كده هتعوض ايضا ب2.1. في كل مره هيطلع لك قيم. كمل الجدول كله في الاخر. في الاخر هنقول بقى النهايه هنجيبها ازاي او هنعرفها ازاي. عوض بعد كده ب 1.39، 1.999 من 100، بعد كده 1.9، وايضا سجل البيانات. تعال بقى ابدا بص في البيانات او في قيم اف اوف اكس اللي انت طلعتها. هنا سالب 5.03، 3 من 10، سالب 5.3 من 100، سالب 5.3 من 1000، يعني تقريبا كلهم بيقتربوا من مين؟ ها القيمة بتصغر تصغر تصغر، تقترب من مين يا أستاذ؟ من سالب 5. طيب نفس الكلام، أو آسف بتكبر، هنا بتكبر القيمة بتقترب من سالب 5. هنا سالب 4.7 دي كبيرة شوية. طب سالب 4.97 من 100، سالب 4.997 من 1000، كلهم كده القيمة بتصغر، هنا القيمة بتكبر تمام، وهنا القيمة بتصغر. في النهاية دي بتقترب من سالب 5 من ناحية اليمين، وهنا بتقترب من سالب 5 من ناحية اليسار. وممكن أعبر عنها بالصورة دي، دي صورة هنعرفها قدام شوية، لكن أنا ممكن نعبر عنها، أقول له ليميت الـ FX بتاعتي اللي هي الدالة اللي فوق اللي هي سالب 3 اكس موجب 1، اما اكس بتقول الاثنين من ناحيه اليسار بتساوي سالب 5. طيب وهنا نفس الكلام، ليميت الاف اكس اللي هي المقصود بيها الداله اللي هي مديها لي اللي هي سالب 3 اكس موجب 1، اما اكس بتقول للاثنين بس المره دي من ناحيه اليمين، يبقى احنا عرفنا كده ان الاشاره السالب اللي فوق دي والموجب دي معناها يمين ودي معناها ايه؟ يسار. الكلام ده هيساوي برضه سالب 5. يبقى النهايه من اليمين بيساوي النهايه من اليسار، اذا في الحاله دي بقول ان نهايه الداله بوجه عام بتساوي سالب 5. وهنا هسأل سؤال، لما كنا بناخد تقدير النهايات بيانيا احيانا كانت بتبقى الداله مش موجوده، قيمه الداله مش موجوده على الرسم، زي مثلا في المثال الاول اللي احنا سقناه في الاول. هل نهايه الداله بتعتمد على قيمه الداله عند هذه النقطه؟ انا عندي ثلاث حالات عايز اعرضهم لك وحاول تفهمهم معايا. شوف شوف التمثيل ده، عند النقطة C عند النقطة C ديت دائرة مفتوحة صح؟ صحيح، يعني عند النقطة C قيمة الدالة مش موجودة، قيمة الدالة مش إيه؟ مش موجودة.
تمام. وبعدين هل ده معناه ان النهايه مش موجوده؟ لا، نهايه الداله بروح عند بوصل عند المنحنى، اروح عند المنحنى، خد بالك ركز، اطلع من النقطه سي اروح عند المنحنى، بتساوي ايه؟ ماليش علاقه، ماليش علاقه الدائره دي مفتوحه ولا مغلقه، لكن النهايه مباشره اوصل لمحور ايه؟ محور واي، اشوفها بكام، حتى لو كانت الدائره مفتوحه او مغلقه ما تفرقش معايا، لكن قيمه الداله عند النقطه سي مش معروفه، عشان كده بسميها غير ايه؟ غير معرفه. يبقى النهايه موجوده سواء كانت الداله معرفه او غير معرفه. ممتاز. طيب ماشي. الحالة الثانية، شوف برضو عند النقطة سي، تمام، عند النقطة سي قيمة الدالة شايف بكام؟ بإن، يعني قيمة الدالة معرفة موجودة، لكن النهاية ملهاش علاقة بالموضوع، النهاية نهاية الدالة بإل، ملهاش علاقة بقيمتها إطلاقا، ملهاش علاقة بإيه؟ بقيمتها. إذا قيمة الدالة هل تؤثر على النهايه؟ لا، ملهاش علاقه. ان شاء الله بعد كده اللي هيدرس الكالكولاس هيعرف ان هي بتاثر في شيء ثاني اللي هو الكونتينيوتي او الاتصال. طيب في هذه الحاله نهايه الداله الجي اوف اكس بتساوي ال، لكن قيمه الداله بتساوي ان، ملهاش علاقه بالنهايه. طيب الحاله الثالثه، شوف قيمة الدالة هي ال، صح؟ والنهاية برضو ال. طب انت قلت هي ال ليه؟ لان الدالة مش مفتوحة. معنى كده ان نفس الكلام في التقدير، تقدير الدالة، تقدير الدالة بيانيا اللي احنا كنا بنجيبه باستعمال التمثيل البياني، ان هي قيمة الدالة من على المنحنى اروح على محور واي، طلعت هي نفسها ال، النهاية هي نفسها قيمة الدالة. اذا بالتالي في الحالة دي قيمة الدالة أيضا ما أثرتش على إيجاد النهاية. خلاص؟ يبقى أنا عندي ثلاث حالات، ممكن تكون الدالة غير معرفة عند النقطة اللي أنا بجيب عندها النهاية، لكن النهاية موجودة. وممكن الدالة تكون قيمتها موجودة بس مش نفس قيمة النهاية. وقيمة والحالة الثالثة ممكن تكون قيمة الدالة هي نفسها قيمة النهاية. يعني في الآخر ملخص الكلام إن نهاية الدالة لا تعتمد على قيمتها عند هذه النقطة. مين اللي بيعتمد عليها إن شاء الله؟ اللي هيكمل بعد كده هيعرف. خلاص؟ طيب النهاية من اليمين والنهاية من اليسار. لاحظ كده إن في المثال اللي قبل كده قلت لك إيه؟ قلت لك في الجدول، قلت لك إن إحنا ممكن نكتب من اليسار على يسار الاثنين نهاية الدالة دي بتساوي سالب 5، ونهاية الدالة بتساوي من اليمين بتساوي برضه سالب 5. طيب إذا عشان تكون نهاية الدالة موجودة لازم النهاية من اليمين بتساوي النهاية من اليسار. طب يعني إيه نهاية من اليمين؟ إذا اقتربت قيمة الدالة من قيمة ال واحد عند اقتراب قيم إكس من العدد سي من اليمين، فبرمز ليها بالرمز زي ما قلنا، ها؟ ليميت اف اوف اكس لما اكس بتقول لي سي من ناحيه اليمين بتساوي ال واحد، ونهايه الداله هذه اف اوف اكس تقترب من اكس عند سي من اليمين هي ال واحد، يعني نهايه الداله دي ال واحد. طب من اليسار اذا اقتربت قيمه الداله من قيمه وحيده ال اتنين عند اقتراب قيم اكس من العدد سي من اليسار، فان برمز ليها بالرمز ليميت اما اكس بتقول لي سي من ناحيه اليسار لاف اوف اكس بيساوي ال2. طيب عشان تكون الداله نهايتها موجوده لازم تكون النهايه من اليمين بتساوي النهايه من الايه؟ من اليسار. يبقى النهايه عند نقطه لازم تكون النهايه من اليمين بتساوي النهايه من اليسار، ودي اهم حاجه لازم نعرفها. في التمثيل البياني، في التمثيل البياني مره ثانيه لازم اجيب نهايه الداله من اليمين واجيب نهايه الداله من اليسار، ولازم الاثنين يساوي بعض. في هذه الحاله بقول نهايه الداله موجوده وبتساوي القيمه اللي طلعت.
عد. قدر كل من النهايات الآتية إذا كانت موجودة. يعني ممكن ما تكونش موجودة. ممكن. أي تمثيل بياني بيمثل الدالة دي. limit f of x أو limit القيمة المطلقة لـ2 x على x، لما أجي أمثلها تطلع بالشكل ده. عايز النهاية من اليسار وعايز النهاية من اليمين، وبوجه عام عايز النهاية للدالة. أروح على طول على منحنى الدالة، يا جماعة الخير وبكرر، لازم تعرف إزاي تجيب النهاية من على الرسم. طيب، أروح الأول أبدأ من على اليسار، مفيش مشكلة، تعال نبدأ من على اليسار. أنا بقترب، خد بالك، بقترب، أنا عايز أجيب النهاية عند مين؟ عند الصفر، ومن اليمين برضو عند الصفر، وبوجه عام برضو عند الصفر، يبقى أروح عند إيه؟ أروح أقترب من الصفر، أمشي على المنحنى. أمشي على على منحنى الدالة، المنحنى عندي خط مستقيم، كلمة منحنى مش شرط تكون منحنية، لا. ركز. امسح ده بعد إذنك. طيب. تاني مرة تانية أهو. هروح على المنحنى أو الخط بتاعي من ناحية اليسار واقترب ناحية الصفر. واقترب ناحية الايه؟ ناحية الصفر. ها اهو. اقترب ناحية الصفر. روح امشي معايا، امشي معايا. قيمة الدالة هنا كام؟ ده انا وصلت محور واي، كويس. قيمة الدالة هنا كام؟ اعتقد سالب 2 صح؟ ادي سالب 1 سالب 2، ماشي. يبقى اروح على طول هناك أقول له نهاية الدالة من اليسار طلعت معايا بسالب 2. طيب من اليمين اقترب من الصفر، من اليمين يبقى هروح المفروض هاخد الجزء اللي في المنحنى اللي على يمين الصفر. جزء المنحنى اللي على يمين الصفر فوق اطلع له. امشي بقى روح ناحية الصفر، ناحية الصفر. لقيتني وصلت المحور واي. بكام القيمة ديت؟ ب2. يبقى إذا النهاية من اليمين طلعت معايا ب2. هل النهاية من اليمين بتساوي النهاية من اليسار؟ أقول له تعالى بقى كده يا أستاذ، ليميت الدالة اللي أنت مديها لي ديت اللي هي القيمة المطلقة الـ2 إكس على إكس، أما إكس بتقول لي صفر، من اليسار لا تساوي، لا تساوي ليميت الدالة f of x، أما x بتقول للصفر من ناحية اليمين بيساويش بعض، إذا ليميت الدالة بشكل عام بقى لا يمين ولا يسار، أما x بتقول للصفر لا يمين ولا يسار does not exist. does not exist يعني إيه؟ يعني غير موجود، مش موجود، مش ايه، مش موجود. اعتقد مسألة سهلة وبسيطة ونقدر نحلها كلنا ان شاء الله تعالى. خلاص، يبين التمثيل البياني للمنحنى الدالة ان النهاية من اليسار بتساوي سالب 2. الكلام اللي احنا قلناه، النهايتين طبعا مش مساويين بعض، إذا النهاية غير موجودة. فتعال نشوف مثال تاني. مديني دالة عايز النهاية عند النقطة سالب 3 من اليمين ومن اليسار وبوجه عام عند النقطة سالب 3. طيب تعال نشوف. أروح أشوف النقطة سالب 3 دي فين على محور إكس؟ سالب 3 على محور إكس هذه. طيب المنحنى هذه سالب 3 إيه؟ طيب ممتاز. آدي يسارها وآدي يمينها. أقترب، خد بالك أهو، هقترب من النقطة سالب 3. سالب 3 وصلت عند سالب 3؟ النقطة دي قيمتها كام على واي؟ وصلت واي؟ عد معايا كده،
ادي واحد اتنين تلاتة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى من النهاية من اليسار، النهاية من اليسار طلعت بأربعة. طيب على يمين النقطة تلاتة، ادي المنحنى، امشي يلا كده روح ناحية النقطة سالب تلاتة، وصلت عند سالب تلاتة، قيمتها كم على واي؟ ارجح كده الواي برضو بأربعة. كويس، الأمور هنا مظبوطة، يمين بيساوي يسار. طيب إذا معنى كده النهاية بوجه عام بكام يا أستاذ؟ برضو بأربعة. شكرا، بس اكتب له بقى. هتعلم إزاي أكتب؟ أقول له لمن الدالة اللي أنت مديها لي دي؟ الدالة اللي أنت مديها لي، أما إكس بتقول لسالب ثلاثة من اليسار بتساوي ليميت الدالة اللي أنت مديها لي، أما إكس بتقول لسالب ثلاثة من اليمين بيساوي بعض. إذن ليميت إف إكس، أما إكس تقول لسالب ثلاثة بوجه عام يعني يمين ويسار بتساوي أربعة. صعبة؟ سهلة، ما فيهاش أي مشاكل. خلاص؟ يبين التمثيل، بيشرحها لك، اليسار بأربعة واليمين بأربعة، إذا النهاية موجودة وبتساوي أربعة. إمتى النهاية بتساوي ما لا نهاية؟ لما قيمة الدالة بتزيد بشكل غير محدود. كيف يعني؟ لما إكس بتقترب من النقطة سي. يعني وأنا رايح ناحية النقطة سي كده، ألاقي المنحنى بيزيد بشكل غير طبيعي، بيزيد على طول، طالع على طول، مش واقف عند نقطة معينة. يعني أروح مثلا عشان أوصل من خلال النقطة ونقطة على واي مش عارف. ففي الحالة دي بقول النهاية بتساوي ما لا نهاية. طب امتى بنشير الى النهايه بالرمز سالب ما لا نهايه؟ اما بتتناقص ايضا بشكل غير محدود. طبعا من خلال التمثيلات هنعرف اكثر. مثلا شوف يا سيدي، قدر مديني داله ومدها لي زي ما انت شايف. قدر كل نهايه مما ياتي اذا كانت موجوده الداله. طب هو عايز النهايه عند النقطه كام؟ هو عايز النهايه عند النقطه اربعه. عند النقطة كام؟ أربعة. حلو، مفيش مشكلة عند النقطة أربعة. ماشي، أروح عند النقطة أربعة على طول على محور إكس. فين النقطة أربعة؟ هو محددها لي أهي، آدي النقطة أربعة، آدي النقطة إيه؟ أربعة. أروح على يمينها وعلى يسارها، لازم النهاية من اليمين يساوي النهاية من اليسار. طب من اليسار الأول، امشي في اتجاه النقطة أربعة. شوف المنحنى بتاعك بقى وانت رايح ناحية الأربعة، المنحنى بتاعك ماشي معاك وبيزيد، بيزيد، رايح فين ده؟ أنا عايز أوصل لحاجة عشان أشوفها كام على واي، بيزيد، بيزيد، الله الله، ده رايح فين ده؟ ده رايح لما لا نهاية. إذا أجي رايح على طول كاتب، أقول له كده ليميت الدالة اللي أنت مديها لي الدالة اللي انت مديها لي اسمها اسميها انا اف اوف اكس. اف اوف اكس اما اكس بتقول للاربعه من ناحيه اليسار طلع لفوق ناحيه موجب ما لا نهايه. ماشي، طب من الناحيه الثانيه تعالى نشوف من ناحيه اليمين. اروح انا ناحيه الاربعه الاقي المنحنى ماشي معايا برضو، بس شوف رايح فين، رايح فين برضه؟ ها، مش هيقف عشان اجيب قيمته؟ لا مش راضي يقف، طالع برضه ناحيه المال ايه؟ المال نهايه. اذا اجي انا كاتب له تحت ليميت اف اكس، اما اكس بتقول للاربعه من ناحيه اليسار، اليمين بقى المره دي
برضو طلعت بتساوي ما لا نهاية. اليمين بيساوي اليسار ولا لا؟ اليمين أو اليسار بيساوي سالب ما لا نهاية، أو ما لا نهاية موجب، آسف. الأربعة من ناحية اليسار ما لا نهاية، ومن ناحية اليمين موجب ما لا نهاية، يبقى أقول له النهاية موجودة. ليميت اف اكس، أما اكس بتقول للأربعة بتساوي ما لا نهاية. تساوي ما لا إيه؟ ما لا نهاية. أمر بسيط جدا، ما فيهاش أي حاجة، بس هناك كان بيطلع لي قيمة، هنا ما طلعليش قيمة، طلعت بما لا إيه؟ بما لا نهاية. ده التحليل بيانيا، طلع يمين يسار ما لا نهاية، إذا النهاية عندي طلعت بما لا نهاية زي ما كتبنا مع بعض. عايز تعزز على الدينامو وتعمل جدول مفيش مشكلة، بس زي ما قلت لك أنا عايزك تركز على إيه؟ تركز على إنك تجيب، يكون عندك رسم إزاي تطلع منه النهاية، بس ده اللي أنا حابب أوصله لك وأركز لك عليه. هو هنا برضو عمل لي جدول مكون من قيمتين وحاطط أربعة في النص، و جايب قيم لإكس أكبر من أو أكبر من أربعة، وقيم لإكس أقل من أربعة. وطبعا زي ما أنت شايف، لو أنت لاحظت في الجدول، يعني زيادة قيم الدالة هنا وأنت رايح ناحية الأربعة 100، 10,000، بعد كده مليون، بتزيد بشكل غير طبيعي، عكس الجداول اللي إحنا خدناها قبل كده. إذا كل ما اقترب أكثر، كل ما قيم الدالة هتزيد أكثر. نفس الكلام من هنا من ناحية اليسار، شوف 100، 10,000، مليون، شوف نفس الكلام بتزيد بشكل غير طبيعي، زيادة غير محدودة. فبالتالي هنا مباشرة، حتى لو أنا عندي جدول، حتى لو هو اداني جدول في الاختبار بيقول لي، أو في اختبار التحصيلي بيقول لي أنا عايز نهاية الدالة ديت، واضحة إن هي بتزيد بشكل غير محدود، فالنهاية هتطلع ما لا نهاية. أنا حابب إنك تركز على الرسم بشكل أكبر. نشوف اللي بعد. أسباب عدم وجود نهاية. أسباب عدم وجود نهاية عندي ثلاثة. أولا، تكون النهاية غير موجودة في الحالات الآتية: عندما تقترب قيم إكس من قيمتين مختلفتين، يعني النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار. دي معناها إيه؟ إن قيمة إكس أو إف أوف إكس تقترب من قيمتين مختلفتين، يعني النهاية لما إكس بتقول بالسي من ناحية اليمين لأي دالة لا تساوي ليميت اف اكس، اما اكس بتقول للسي من ناحية اليسار. طيب رقم اتنين، عندما تزداد قيم اف اكس او تتناقص بشكل غير محدود عند اقتراب قيم اكس من العدد سي من اليسار او من اليمين او من كلا الجهتين، النهايه غير موجوده، يعني طلع من النهايه يعني. خلاص، ده بالنسبه لي امتى بتكون النهايه غير موجوده. خلاص، نشوف اللي بعد كده. بنحاول نبسط لكم الدرس، لان الدرس فيه حاجات كتيره وحشو كتير، فبنحاول نبسطه لكم على قد ما. عندنا ورقة عمل فيها الهدف اللي احنا ركزنا عليه. عندي تمثيل بياني، تمام. من التمثيل البياني ده يا باشا انا عايزك تجيب منه ايه؟ نهاية الدالة عند اكس بتقول لي سالب 4. تروح تدور على السالب 4 وتجيب النهاية من اليمين والنهاية من اليسار، لقيتهم قد زي بعض متساويين، اذا النهاية موجودة وقيمتها القيمة اللي طلعت معاك. طيب، على نفس المسألة ونفس التمثيل عايزك تجيب لي نهاية الدالة عند النقطة 4. روح تشوف النقطة 4 وتشوف النهاية من اليمين ومن اليسار. تمثيل تاني نفس الكلام، عايز الدالة دي مسميها جي اوف اكس، عايز النهاية عند النقطة 4 تشوف من اليمين واليسار. طيب، عايز النهاية عند النقطة سالب 6. ها،
سالب 6. طب واحد هيقول لي فين سالب 6 ديت؟ هقول لك تعالى معايا. هنا التدريج عامل سايب مربع وبعد كده 4، معنى كده ان دي 2 4 6 8. طيب هنا سالب 2 سالب 4 سالب 6، هذه بقى النقطة سالب 6. يبقى دي سالب 6 عشان ما تقوليش فين السالب 6، هذه خط حد سالب 6. سالب 6. إذا وأنت بتدور تروح تجيب على يمين السالب 6 وعلى يسار السالب 6. خد بالك وبكرر، النهاية لازم تكون من اليمين بتساوي النهاية من اليسار. إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم، وإن شاء الله نشوفكم في اللقاء القادم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون قدرنا نوصل المفاهيم بشكل الجميع يستفيد منه، وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.